إذا كان يتعذر ولأسباب موضوعية تقديم موعد محدد بتسليم المشروع المؤكد أن الظروف التي تنفذ فيها الأشغال في المقطع الثاني من الطريق السيار بين أخناق وادي أميزور على مسافة 26 كيلومترا تعتبر أفضل بكثير مما كانت عليه، بدليل أن المشروع تخطى نسبة 75% من الأشغال في أطول جسر ب 960 مترا وعلو 40 مترا. المجهود هذا نتاج تنسيق أفضل بين المجمع الجزائري الصيني المكلف بتنفيذ الأشغال وثمرة متابعة صارمة له. لو ترونسون تاع اليوم اللي رانا نخدموا لو ماكسيموم فيه بين أخناق حتى وادميزور، إيشونشور وادميزور سور 26 كيلومتر. لافونسمون دي ترابو globalement ils sont très ils sont satisfaisants. صعوبة اللي تلقيناها هنا يعني
شنو؟ ها؟ شنو؟